السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سماعات سامسونج جالاكسي بادز 3 برو و 3 في أحدث تسريب ظهور الشكل وكل شيء في صور حقيقية. وهذه السماعات فهي أعزائي الكرام يبقى لها لم يتبقى سوى 4 أيام لكي تظهر إن شاء الله في الجالاكسي أنباكد. تستضيف سامسونج حادثة الجالاكسي أنباكد في 10 يوليو من هذا الشهر في باريس للكشف عن هاتف جالاكسي Z Fold 6 القابل للطي والجالاكسي Z Flip 6 أيضا. إلى جانب ذلك من المتوقع أن تقدم العلامة التجارية الكورية سماعات TWS Autos جديدة Galaxy Buds 3 مع Galaxy Buds 3 Pro. كشفت صورة مسربة أن طراز البرو سيحتوي على تصميم جذعي مستوحي من AirPods من أبل، ونحن الآن ننتظر أو ننظر إلى الصور الحية للبادز 3 برو مما يمنحنا أفضل نظرة حتى الآن على سماعات توز أو TWS القادمة من سامسونج. وتؤكد هذه الصور تسريبات التصميم السابقة وتؤكد أن سامسونج جالاكسي بادز 3 برو سيحتوي على تصميم جذعي. وكشفوا أيضا أن علبة شحن الجالاكسي بادز 3 برو التي يقال إنها تحتوي على بطارية بسعة 500 ميلي أمبير ستحتوي على غطاء شفاف مع ضوء مؤشر في المقدمة. بالإضافة إلى ذلك يمكنك رؤية الخط المتجه لأسفل في الصورة الثانية على جذع البراعم اليسرى والذي يقال إنه يسمى بالبليد لايت. تزعم الشائعات أن سامسونج جالاكسي بودز 3 برو سيحتوي على مكبرات صوت ثنائية الاتجاه في كل سماعة، وسيحتوي على اتصال بلوتوث 5.4 الجديد، ويأتي مع الصوت المحيطي والتحكم التكيفي في الضوضاء. يقال أيضا أن سماعات توز أو TWS تتمتع بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار، وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة في التشغيل أو من التشغيل عند إقرانها بعلبة الشحن 7 ساعات بدونها. ومع كشف النقاب عن بعد 4 أيام فقط، ليس هناك الكثير من الانتظار لمعرفة كل شيء عن مواصفات سامسونج جالاكسي بادز 3 برو وميزته وأسعاره وتوفره، لكن كل التفاصيل المهمة لقد شاركتها معكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو. أتمنى منكم أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.